زيت الزيتون هو يطبخ يؤكل يقلى به أو لا؟ هو من الأفضل أن يقلى أن لا يغلى، أن لا يغلى، أن لا يغلى في شيء أبدا، يعني من الأفضل، ولا يطبخ أيضا، يعني درجة الحرارة لا يصل، لا يعرض لدرجة حرارة عليا، ولكن يعني ليس من ضرر لو غلي أو طبخ، ليس له ضرر، ليس له ضرر، لكن الفوائد هو تصبح شبه معدومة، فهذا هو السبب. لكن أفضل شيء لزيت الزيتون أن يؤخذ كما هو بارد، إما يوضف على السلطات، إما يضاف على الأكل، أما يشرب. ما يشرب؟ يشرب. يشرب. كيف؟ يعني بإمكان لو الإنسان شرب ليليا قبل أن ينام ملعقتين من زيت الزيتون لا اختفت جميع الأمراض التي لديه. وهو الحقيقة يعني سبحان الله شيء ما تصورش الفوائد اللي فيه بالنسبة لشرب زيت الزيتون، وخاصة القطفة الأولى النقي. طيب ارتفاع الكوليسترول بهالشرب ليلا هو طبعا سبحان الله هذا الزيت خافض للكوليسترول ونافع للكوليسترول المفيد. الكوليسترول نوعان، كوليسترول ضار ونافع والذي نسميه LDL، وكوليسترول نافع اللي نسميه HDL. الكوليسترول الضار LDL هو المشكلة في الكوليسترول، هو الذي يترسب على الشرايين، وهو اللي يسبب الخثرات الدموية، وهو الذي يسبب الجلطات. ولذلك عادة نحاول أن نخفض هذا النوع اللي هو الضار بأي شيء من الأشياء. فزيت الزيتون سبحان الله يخفض الضار ويرفع النافع، وهذه ميزة نادرة ما تلاقيها في أي زيت آخر. فهو مقوي للقلب سبحان الله، مطهر للشرايين من الخثرات الموجودة فيها، ملين للمعدة، لائم للجروح في الجهاز الهضمي سواء كانت في المعدة أو الاثني عشر أو الأمعاء أو القولون. سبحان الله يعني مقوي للكبد، تقريبا الجهاز الهضمي كله الزيت هذا مفيد له بشكل من الأشكال.